ترامب يتهم قطر برعاية الإرهاب ويؤكد أن زيارته المنطقة بدأت تؤتي ثمارها. جولة لكاميرا الميادين على جبهات القتال في ميديا اليمنية مع حدود السعودية. الحشد الشعبي يواصل عمليات تحرير مناطق قضاء البعاج جنوب غرب الموصل. أود الإشارة إلى أننا نتعرض لتضييق من قبل أحد عناصر قوات التحالف الأمريكي بسبب وجودنا في هذه المنطقة. ويعني لم الجيش الأمريكي يحاول منع قناة الميادين من تصوير حركته في قاعدة عراقية غرب الموصل. الجيش السوري يصل إلى الحدود الإدارية للرقة بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية انطلاق عملية تحريرها. أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لهذا اليوم. من الميدان اليمني أحمد عبد الرحمن من صنعاء. ومن الميدان العراقي عبد الله بدران من الساحل الأيمن للموصل. ومن الميدان السوري محمد الخضر من دمشق. ومن الميدان الفلسطيني هناء محاميد من كفر قاسم. ولمتابعة كل هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستديو الباحث العسكري العميد المتقاعد محمد عباس. أهلا بك دكتور محمد. إذا نبدأ سوية مباشرة من الأخبار المتعلقة المفترض بالملف الأول هو قطر، لكن قبله نذهب إلى باريس مباشرة بخبر أمني، حيث أطلق ضابط في الشرطة النار على رجل وأصابه بجروح بعد أن هاجمه بمطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في هذه المنطقة. إذن سينضم إلينا الآن مباشرة السيد علي الزريق لنعرف أكثر عما يجري. ماذا لديك سيد علي؟ أهلا بك. هل من تفاصيل حول ما جرى في فرنسا؟ تحياتي لكم المشاهدين. في فرنسا يعني هلأ باريس تحت ضغط العملية الإرهابية الحديثة التي قام بها أحد المهاجمين والتي نجهل تحديدا هويته وجنسيته. قام بمهاجمة الشرطي وسط مطرقة وتوجه مباشرة فريق التدخل السريع الباري من أجل تطويق المنطقة والقيام بطوق أمني حول مسرح الجريمة التي حصلت، وأصيب المهاجم بطلق في صدره. وفي الوقت الحالي لا يوجد لدينا معلومات مباشرة عن صحة المهاجم هذا الإرهابي، ولا نعرف أسباب ولا دوافع مقوى به. طيب إذا يعني لا تتضح الصورة بشكل كامل حول ما جرى في باريس بحسب ما ذكرت، لكن هل يمكن أن تكون محاولة جديدة لما يسمى محاولات الذئاب المنفردة مثلا؟ هذه الظاهرة الحديثة في العهد والتي والمخيفة جدا في أوروبا وفي العالم، هذه ظاهرة الأذاب الفريدة والمتفردة، وهي تقوم بالأعمال الإرهابية يعني دون مسابق إنذار أو ترصد، وتقوم بها بشكل منفرد بانقطاع تام عن العالم الخارجي. نعم، ممكن جدا أن تكون هذه الظاهرة تحدث حاليا في باريس كما حدثت سابقا في عدة دول أوروبية وفي فرنسا تحديدا. بكل الأحوال أشكرك كل الشكر عضو المكتب الإقليمي لحزب الجمهوريين علي زريق، كنت معنا مباشرة من باريس. نعود إذن إلى سياق الميدانية مشاهدينا وإلى الملف المتعلق بالخلاف القطري الخليجي مع السعودية والإمارات والبحرين. وفي أول تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأزمة الخليجية مع قطر، اتهم ترامب قطر برعاية الإرهاب وقال إن كل المؤشرات تشير إلى ذلك. ترامب قال إن قادة دول الشرق الأوسط أشاروا إلى الدوحة حين دعا إلى ضرورة إيقاف التمويل للأيديولوجيات المتطرفة. ترامب اعتبر أن زيارته المنطقة بدأت تؤتي ثمارها، حيث أكد قادة الإقليم له أنهم سيتخذون موقفا متشددا من تمويل الإرهاب.
غادرت القوات القطرية المرابطة في حدود منطقة نجران السعودية مع اليمن مواقعها العسكرية عائدة إلى الأراضي القطرية، وتشارك قطر بنحو 1000 جندي في المعارك الدائرة في الحدود السعودية مع اليمن في إطار التحالف السعودي. إذن حول هذا الموضوع مباشرة سنبدأ ونفتح الخريطة سيادة العميد على لنسأل أكثر على القواعد الأمريكية. نتحدث عن قاعدة العديد بداية وقاعدة السيلية. عندما نتحدث عن قاعدة العديد نحن نتحدث عن مكان إصدار الأوامر للقيادة المركزية للعمليات، عمليات قيادة المنطقة الوسطى. هذا مهم جدا. صحيح. نفهم أكثر على الخريطة لو سمحت. هو بقاعدة العديد هو المقر الميداني للقيادة العسكرية الوسطى للجيش الأمريكي. المسؤولة طبعا القيادة العسكرية الوسطى مسؤولة عن المنطقة من آسيا الوسطى حتى أفغانستان وحتى شمال أفريقيا. هذه صلاحيات القيادة الوسطى الأمريكية من آسيا الوسطى أفغانستان وإلى شمال أفريقيا. كل هذه المنطقة تدخل والشرق الأوسط تدخل في إطار القيادة الوسطى. طبعا المقر الميداني المقر المركزي للقيادة الوسطى موجود في فلوريدا، ولكن المقر الميداني يعني الذي يشرف على سير العمليات هو موجود في قاعدة العديد. قاعدة العديد منذ عام 2001 قطر جهزت هذه القاعدة لاستقبال الأمريكيين. يعني هو عادة أنه الأمريكيون يستأجرون قواعد من باقي الدول، أما دول الخليج فهي تقدم على نفقتها، تجهز قواعد على نفقتها لاستجلاب الأمريكيين، يعني لترغيب الأمريكيين بالحضور إلى قاعدة العديد. لكن قبل أن نشرح أكثر على موضوع هذه القواعد الأمريكية، إن كان قاعدة العديد أو حتى قاعدة السيلية، لو نعلق على يعني تصريح دونالد ترامب الآن عندما يتحدث عن أنه قطر فعلا داعمة أو راعية الإرهاب، كيف يمكن أن يفهم هذا التصريح لناحية عواقبه العسكرية؟ هل سيكون له أي عواقب عسكرية أم ستقتصر فقط على عواقب سياسية، نوع من الابتزاز الأمريكي ما إلى ذلك؟ صحيح. أولا يعني التصريح بشكل دقيق ما قاله ترامب أنه أعلمني قادة الشرق الأوسط في اجتماع الرياض أن الإرهاب ترعاه قطر، يعني هو لا علم له من يرعى الإرهاب. فهذه الدول أشارت إلى أن قطر هي من يدعم الإرهاب، يعني هم ألقوا بالمسؤولية على قطر. أنا في تقديري الكل شارك الإمارات والسعودية وكل دول الخليج شارك طبعا باستثناء سلطنة عمان والكويت على المستوى الرسمي، ولكن باقي الدول على المستوى الرسمي الإمارات والسعودية وقطر. قطر كانت هي الممول للحركات الإرهابية التي كانت تستقي الفكر الوهابي. يعني كل العالم شاركوا في كل الدول الخليج، الدول الثلاثة شاركت في تدمير المنطقة من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى حتى إلى أفغانستان وباكستان. كل هذه الحركات ومصر مؤخرا، كل هذه الحركات كان لها موجه فكري إيديولوجي هو السعودية، وكانت قطر هي التي تمول هذه الحركات. الإشارة إلى قطر لأن قطر في الفترة الأخيرة غير منضبطة في القواعد التي، لكن نحن نريد أن نفهم دلالات هذا الكلام أو التصريح لترامب. يعني بالأمس كنا نسمع إلى تصريحات أمريكية، قالت أمريكا بأنها هي مستعدة لأن تدخل في وساطة لحل الأزمة الخليجية. اليوم نسمع عكس هذا الكلام، ويقول ترامب في آخر تصريحاته بأن قطر هي دولة راعية للإرهاب. هذا له دلالات، هذا يدخل لابد أن يتبع بخطوات. ما هي هذه الخطوات؟ يعني الخطوات طبعا ليست عسكرية، يعني الذي يتحدث عن عملية عسكرية على قطر هذا الأمر مستبعد جدا، ولكن طيب. هو يرفع السقف، يعني دونالد ترامب يرفع السقف. وكما قلت لك أنه هو الدول قالت له أن قطر تدعم الإرهاب، هو يعلم أن قطر تدعم الإرهاب والسعودية تدعم الإرهاب والإمارات تدعم الإرهاب، ولكن هذا التصريح في هذا الوقت يأتي في سياق الدخول على الخط، لأنه التحرك السعودي الإماراتي لم يكن ليحصل لولا أنه ماذا يريد ترامب بمباركة من أمريكية. هذا التصريح الآن؟ طبعا يريد أن تنضبط قطر تحت يعني تحت المظلة السعودية، ولكن ضمن الحدود التي ترسمها الولايات المتحدة. هو لا يريد لهذه الدول التابعة أن تكون بالمطلق تحت المظلة السعودية، ولكن هو في هذه المرحلة يعني هو
الوكيل الأمني المعتمد أصبح له في مسائل الشرق الأوسط وفي الصراع مع خصوم الولايات المتحدة والسعودية. كل الخليج يجب أن ينضوي تحت إطار السعودية في هذا الإطار طبعا، ولكن ليس بشكل تام، لأنه دائما المناورات بين هذه الدول، الولايات المتحدة هي تفتح مع كل دولة على حدة. طبعا هذا التصعيد أنا في تقديري لترامب حصل على ما يريد من الأموال وتأمين الوظائف، وقال عندما جاء من السعودية حصل وظائف 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 طبعا وظائف طبعا. قطر تملصت من لم تلتزم، هم ألزموا قطر بدفع مبالغ محددة، قطر لم تلتزم بدفع هذه المبالغ. طبعا السعودية والإمارات أيضا تعاني من أزمة مالية وأزمة اقتصادية بعد على كل حال بعد الموضوع يتفرع كثيرا. سنبقى أكثر في الموضوع الأمني وموضوع القواعد لأنه موضوع مهم جدا مع هذه التطورات. لكن قبل أن نعود إلى الخريطة سنعرض هذا التقرير مشاهدينا وهو أيضا عن موضوع القواعد العسكرية. إذا قطر تستضيف بالفعل اثنتان من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم، هما قاعدتا العديد والسيلية وتضمان أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة والقيادة المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى. تعتبر قطر من أبرز الدول العربية التي تستضيف قواعد أمريكية، وقد تمكنت الدوحة في تسعينيات القرن الماضي من نقل قواعد عسكرية أمريكية من بلدان عربية إليها ومنها السعودية. أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في قطر هي قاعدة العديد الجوية، القاعدة الجوية الأكبر في العالم العربي، تقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة الدوحة، وفيها أكبر ممر إقلاع في العالم العربي بطول 4.5 كيلومترات، يتيح إقلاع القاذفات الثقيلة. تضم القاعدة ما يكفي لأكثر من 100 قاذفة ومقاتلة وطائرات الاستطلاع، حيث تستضيف القاعدة أهم بنية تحتية عسكرية أمريكية في عموم المنطقة. قاعدة السيلية العسكرية هي القاعدة الأمريكية الثانية في قطر من حيث الأهمية. تقع القاعدة على بعد 300 كيلومتر خارج العاصمة القطرية، وتستطيع القاعدة دعم لواءين مدرعين كاملين بمعداتهما. تم تطوير القاعدة لاستضافة قيادة الجيش الثالث الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى التي انتقلت إلى قاعدة السيلية القطرية بعدما انتقلت من السعودية إلى قطر ما بين عامي 2002 و2003. وبتلك القاعدة مع قاعدة العديد وعدة مراكز أخرى أصبحت القواعد الأمريكية في قطر هي أكبر قواعد أمريكية في العالم خارج حدود الولايات المتحدة، لتصبح الدولة القطرية محور النقل الجوي العسكري الأمريكي إلى العديد من دول العالم. طيب إذا نعود دكتور محمد إلى هذه الخريطة، نجمل ما سمعناه في هذا التقرير وأيضا المعلومات التي تفيدنا بها على هذه الخريطة. ما يخص الآن قاعدة السيلية، تحدثنا عن قاعدة العديد، الآن السيلية، أهمية هذه القاعدة. قاعدة السيلية هي عمليا كل احتياط الذخائر واللوجستية للجيش الثالث الأمريكي ولفرقة مدرعة ثقيلة عتادها موجود في السيلية. والسيلية هناك حوالي 30 منشأة في السيلية، يعني أنشأتها الإمارات لاستضافة القوات الأمريكية، وهذه الذخائر الموجودة تكفي لكل الحروب التي إذا اضطرت الولايات المتحدة لشنها في المنطقة. يعني نحن نعلم أن هناك مخازن استراتيجي للولايات المتحدة في سيناء وفي العديد والسيلية. هناك قواعد أخرى في المنطقة، ولكن قاعدة العديد والسيلية لا تسبب أي مشاكل لا حاليا ولا مستقبليا. يعني ليس هناك معارضة شعبية في قطر، يعني ليس هناك مظاهر احتجاج شعبي على وجود الأمريكيين في قطر. أيضا قطر تدفع على هذه القواعد، يعني الولايات المتحدة لا تتكلف كما ذكرت في البداية أي فلس على قواعدها وعلى صحيح. على إقامة جنودها. لذلك أنا في تقديري، يعني الكلام الذي في بداية الأزمة تحدث عن أنه قد تسحب الولايات المتحدة قاعدتها من العديد، ليس هناك قاعدة بديلة للعديد في منطقة الخليج. يعني لذلك الولايات المتحدة ستبقى في هذه القاعدة وستبقى في السيلية. لا يمكن أن يكون هناك قواعد بديلة في السعودية. ليس هناك قواعد بديلة، وهي أيضا موقعها يعني في قطر، هي لسان داخل في وسط الخليج. إذا بنشوف هذه قطر يعني هي لسان متقدم في وسط الخليج. هذه قطر، ومثل ما قال كمان المراسل هذه الدوحة
وهذه قاعدة السيلية وهذه قاعدة العديد، اثنينتهم إلى جنوب غرب الدوحة بحوالي 30 كيلومتر و 55 كيلومتر. طيب. وتستخدمهم الولايات المتحدة، لذلك موضوع العملية العسكرية على قطر بوجود قواعد أمريكية غير ممكنة بدون موافقة أمريكا. وإذا وافقت أمريكا يعني أن الولايات المتحدة ستدخل في هذه المعركة مباشرة، وهذا غير ممكن. لا يعني قطر دولة ذات سيادة، ليست أمريكا في حالة حرب معها، ولا دول الخليج حاليا في حالة حرب معها. هو بالأمس يعني ذكر الجميع أن هناك حظر جوي، ليس هناك حظر جوي على لا هناك إيقاف رحلات قطر. ليس هناك حظر جوي، نتحدث عن إيقاف رحلات ما بين هذه البلدان وقطر. حظر جوي، الحظر الجوي غير ممكن يعني. طيب، بكل الأحوال قيادة المنطقة الوسطى يعني هذه أيضا تفيد الولايات المتحدة حتى فيما يخص العراق وأفغانستان. طبعا. ننتقل الآن إلى التداعيات الاقتصادية مشاهدينا والتجارية، هي أيضا تداعيات سلبية أخرى تنتظرها قطر في المقبل من الأيام، ولا سيما في قطاعها الجوي مع قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر إقفال مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، لتتحول قطر من دولة حيوية إلى جزيرة معزولة. عبد الله ظاهر والتفاصيل. أهلا بكم. حالما أعلنت السعودية، الإمارات، مصر والبحرين قطع علاقاتها مع قطر، شهد مطار حمد الدولي ارتباكا في حركة الملاحة الجوية، حيث جرى تأجيل العديد من الرحلات الجوية وتحويلها، ما يؤشر إلى خسائر مادية هائلة لشركة الخطوط الجوية القطرية من جراء هذه القرارات. فالطائرات القطرية لن تستطيع بعد اليوم عبور الأجواء المصرية أو السعودية أو الإماراتية أو البحرينية، وبالتالي ستضطر لتغيير مساراتها، وستضطر الطائرات القطرية إلى قطع مسافات شاسعة في الأجواء الإيرانية والالتفاف إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب، ما سيكبدها خسائر تقدر بملايين الدولارات. كما أن الخطوط الجوية القطرية بدأت بتسيير رحلات عبر الصومال كخط طيران ثان يمر بأفريقيا. مطار الدوحة مثل طويلا قبلة للشركات ولخطوط الطيران والترانزيت، ومع هذا القرار سيفقد مطار حمد هذه الصفة التي سمحت له يوما بأن يكون الواصلة أو المحطة بين الشرق والغرب وبين الخليج والمحيط، حيث ستكون الأجواء الإيرانية هي المستفيد، وهي تشهد يوميا عبور 955 طائرة. ومع فرض الحصار على قطر يتوقع إضافة 200 رحلة للخطوط الجوية القطرية. بعد فرض الحظر الجوي على قطر، ستصبح إيران منفذ البلاد الوحيد إلى أوروبا ثم تركيا، ما سيزيد تكاليف التشغيل وزمن الرحلة، وتنجم عنه أيضا خسائر جمة للاقتصاد القطري تقدر بالمليارات. استقبل مطار الدوحة عام 2016 نحو 37 مليونا و300 ألف مسافر، بزيادة نحو 7 ملايين مسافر عن عام 2015. وهؤلاء المسافرون أتوا إلى الدوحة أو استعملوا مطارها كمحطة للترانزيت. وستجد شركات طيران عالمية نفسها مجبرة على التنسيق مع السلطات القطرية لإيجاد ممر آمن لها، ما من شأنه أن يؤثر في التعاون والشراكة بين القطرية للطيران والعديد من الشركات العالمية. ننتقل الآن إلى الملف اليمني، حيث تتصاعد وتيرة المواجهات بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات التحالف السعودي والجنود السودانيين من جهة أخرى في أطراف ميديبي حجة الحدودية غرب اليمن. كاميرا الميادين زارت الخطوط الأمامية لجبهات القتال في ميدي وجالت في المدينة التي دمرتها الغارات السعودية. تقرير أحمد عبد الرحمن. لا تسمع سوى زخات الرصاص وأصوات القذائف هنا في ميدي الحدودية مع السعودية. مواجهات تشتد ضراوتها يوما بعد آخر تمكن خلالها الجيش اليمني واللجان الشعبية من صد أكثر من 80 زحفا بإسناد جوي وبري وبحري، ومشاركة كاملة للجنود السودانيين الذين فشلوا في التوغل كسابقهم. طبعا الجبهة الآن جبهة ميدي لا يوجد فيها أي مرتزق سوى السودانيين، كل جميع المقاتلين السودانيين الموجودين في جبهة ميدي، وبأمر الله وتوفيقه تم صد كل الزحوفات.
مشهد هروب المقاتلين في صفوف السعودية وثقته عدسة الميادين، إلى جانب أكثر من 75 آلية سعودية مدمرة إثر محاولات الزحف الفاشلة من المحورين الشمالي عبر الصحراء والغرب من الساحل. ما زال الجيش واللجان الشعبية صامدون في ميدي ولن يتقدم العدو في أي اتجاه. الغارات السعودية على هذه المدينة لا تكاد تتوقف، مخلفة الرعب في قلوب أهاليها والدمار في بيوت المدينة ومنشآتها وشوارعها. هناك آلاف وآلاف الغارات للطيران السعودي، لكن واصل إنها تسقط وتتلاشى، وهناك آلاف الغارات تنكسر يوما بعد يوم. وتظل هذه الصور شاهدا على حجم الدمار الذي خلفته الغارات السعودية في المدينة التي هجرها أكثر من 30,000 من سكانها، ليتكفل هؤلاء الجنود والمقاتلون بالبقاء فيها وحمايتها والوقوف حائط صد منيعا أمام محاولات الخرق والتقدم والسيطرة عليها. أحمد عبد الرحمن، الميادين. إذا من العاصمة اليمنية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد، لو تجمل لنا أبرز التطورات اليمنية الميدانية اليوم إضافة إلى ما ذكرته في هذا التقرير. أحمد، هل تسمعني؟ نعم فتون. سنبدأ من التطور الأخير وهو سيطرة الجيش واللجان الشعبية اليمنية على جبل راسن، وهو جبل مهم. تمت السيطرة على هذا الجبل بعد تقدم الجيش واللجان الشعبية من منطقة قرن غراب وتمهم هجوما واسعا على مواقع الموالين لهذه في محيط هذا الجبل في مديرية الوازعية جنوب غرب تعز، وتمكنوا من دفع الموالين لهذه لترك مواقعهم ومن ثم الوصول إلى هذا الجبل والسيطرة عليه وتأمينه كما تقول المصادر المحلية والعسكرية. وهو جبل يقع بين مديريتي الشمايتين والوازعية جنوب غرب تعز. إلى ذلك تستمر المواجهات بشكل عنيف في الجبهة الشرقية لمدينة تعز في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري وأيضا المقر الجديد للبنك المركزي، ومع امتدادها الجديد إلى محيط معسكر قوات الأمن الخاصة. هذه الجبهة الجديدة التي حاولت قوات هذه والموالون لهذه إشعال أو فتح جبهة جديدة في محيط قوات الأمن الخاصة لتشتيت تمركز قوات الجيش واللجان الشعبية وسحبهم من محيط أو من القصر الجمهوري بحيث يتمكنوا من التقدم هناك وتأمين القصر الجمهوري. لكن محاولة الموالي لهذه فشلت، وما زالت المواجهات تدور على هذه الرقعة وترتد باتجاهها وسط تبادل للقصف المدفعي في هذه الجبهة، وتسمع أصوات النيران على نطاق واسع من المدينة. تتحدث المعلومات الميدانية والمصادر المحلية عن استمرار المواجهة خلال الساعات الماضية وعن سقوط قتلى وجرحى في طرف الموالين لهذه. نعم. أيضا تمتد المواجهات وهي بشكل متقطع إلى الجبهة الغربية للمدينة، مع تواصل المواجهات في مدينة الميناء وهي خارج في مدينة المخا وهي خارج محافظة تعز، وتحديدا في الجبهة الشرقية والشمالية. أيضا هناك كان حدث تكثيف للغارات الجوية السعودية، واستأنفت طائرات التحالف قصفها لمواقع وأيضا لمناطق جنوب صنعاء جنوب العاصمة. نعم. مع تحليق متواصل لها خلال الساعات الماضية، وامتدت أيضا الغارات إلى محيط العاصمة. أشكرك. ومحافظات أخرى. نعم، أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن إليك دكتور محمد عباس. قبل أن ندخل في تفاصيل التطورات الميدانية الفعلية في هنا في الخارطة اليمنية، نسأل عن
مغادرة القوات القطرية لمنطقة الحدودية عند نجران ما بين الحدود السعودية واليمنية، ما هي أهميتها الرمزية؟ هل تؤثر فعليا على الأرض؟ لا أعتقد ذلك، لأن القوات القطرية الموجودة في نجران هي موجودة في شرق نجران، وهذه المنطقة لم تشهد معارك حقيقية، يعني هم في منطقة سهلة عمليا لم يشاركوا، ولكن طبعا هي مسألة رمزية أنه من دول الخليج هناك، وبالإضافة إلى السودان هناك قوات تشارك في الدفاع عن الحدود السعودية، وهي عددها أكثر من عديد القوات السعودية الموجودة على الحدود. يعني قطر في شرق نجران لها حوالي فوق 1000 جندي، البحرين موجودة في عسير، وأيضا السودانيين في جازان، هلأ في جيزان، وشفنا أنه عملية ميدي اللي حنشرع عليها هلأ حوالي 3000 جندي سوداني موجودين في هذه المنطقة وشاركوا في العمليات على ميدي مؤخرا. طبعا هذه الانسحاب قطر من هذا التحالف له بعد معنوي، وليس ولن يؤثر كثيرا على سير العمليات، لأنه عمليا القوات الخليجية في هذه المنطقة لم يقع عليها عبء دفاع عن الحدود السعودية، وإنما وقع على عاتق اليمنيين الذين يعملون مع التحالف السعودي. يعني دائما الجهد يعني الأكبر يقع على اليمنيين. طبعا هي إلى مسألة رمزية، أنه نحن خرجنا من هذا التحالف، خرجنا من الحرب على اليمن، وهني طلبوا أساسا إخراجه، وخاصة أنه هذه يعني نحن نعلم أنه هذه كان بالبداية يميل وحكومته الموجودة فيها وزير الداخلية من حزب الإصلاح، نائب الرئيس من حزب الإصلاح، كانت علاقة هذه بقطر علاقة جيدة، وهم يدفعون الرواتب في عدن. طيب. ولكن غير موقفه طبعا بضغط سعودي وطلب ايضا انسحاب القوات مباشره السعودية. نستفيد اكثر من العمليات الى ميدي تحديدا، كل ما يحصل نعم. في ميدي، اهميه ما يحصل الان في ميدي، ما هي هذه الاهميه، اين تكمن؟ طبعا العمليات التحالف السعودي هدف من العمليات الاخيره منذ حوالي 5 أشهر السيطره او وضع موطئ قدم على الساحل اليمني من ميدي شمالا، هاي ميدي، مرورا بالحديده وصولا الى المخا وذباب. طبعا عمليات المخا كلنا بنعرف انه هلا، واشار الى احمد عبد الرحمن، عمليات المخا لا زالت مستمره، ولم يستطع التحالف بعد مرور 3 أشهر من السيطره على المخا. السيطرة على المخا هي التي تفتح الطريق باتجاه الهجوم على الحديدة، يعني هجوم بري على الحديدة مع عمليات إنزال بحري وعمليات إنزال جوي تتم في محيط الحديدة، وأيضا هجوم بري من ميدي باتجاه الحديدة، وهذا الأمر لم ينجح طوال سنة كاملة، وشن التحالف أكثر من 30 هجوم على ميدي عبر معبر الطوال وفشلت كل هذه الهجمات، ولكن بالأمس حصل بعض التقدم، يعني بالأمس حصل تقدم لقوات هذه الخريطة فقط لخارطة ميدي، وهذا الأخضر يشير إلى مناطق سيطرة مبدئية لقوات التحالف على هذه المنطقة. عندما نقول سيطرة مبدئية، لأن هذه المنطقة شاسعة وصحراء، يعني السيطرة ليست كاملة، لا زال هناك جيوب للحوثيين والجيش موجود في هذه المنطقة ويقاتل ويقاوم. يعني طبعا هناك جيوب لأنصار الله موجودة في هذه المنطقة والجيش طبعاً. اليمني أيضا، هذا يعني بأنه لا يوجد نقاط تثبيت بالنسبة لقوات هذه في حالياً هذه المنطقة أيضاً. حاليا يعني لا نستطيع التنبؤ، ولكن المعارك لا زالت دائرة حتى اليوم، لأنه منذ أسبوع أو منذ 5 أيام شن السودانيون مع بدعم جوي سعودي ودعم مدرعات سعودية ومدفعية سعودية هجوم على ميدي، وسقط لهم حسب آخر التقديرات أكثر من 100 قتيل و230 جريح في العملية، وكلهم من الجنود السودانيين. اليوم العملية شارك فيها قوات خاصة سعودية، بارح واليوم قوات خاصة سعودية، بالإضافة إلى قوات هذه الذين رفض السودانيون في البداية إشراكهم في العمليات. يعني هذا التقدم، هذا لأول مرة تقدم. سأنتقل بشكل سريع لو سمحت إلى المتغير أو التطور الأخير الذي أفادنا به أحمد عبد الرحمن. قال هناك سيطرة على جبل في مديرية الوازعية، نتحدث غرب تعز، بماذا تفيد هذه السيطرة استراتيجيا؟ هل يمكن أن يسيطر ناريا من خلال السيطرة على هذا الجبل؟ من السيطرة الوازعية هي موجودة غرب تعز، غرب تعز جنوب غرب وفي تعز. جبل النار، هيدي تعز وهيدي المخا.
هذه جبل الوزيعية طبعا ما يسيطر بالنار على هذه المنطقة وعلى جبل النار. جبل النار هو أيضا إلى يسار هذا الجبل هو يسيطر على الساحل. لاحظي الساحل هذا اللون الفاتح يعني أرض مفتوحة وهذا يعني اللون السيطرة يعني السيطرة على جبلية. هذا الجبل تمكن من السيطرة ناريا على باقي المنطقة على محيط المنطقة بعمق 3 كيلومتر يعني عمليا لا تصل إلى المخا ولكن يسيطر يعني يسمح للقوات بالتقدم باتجاه المخا. طيب. إذا نستكمل هذه الميدانية بس أريد أن أشير إلى نقطة أيضا جملة واحدة لو سمحت تفضل لك جملة واحدة. هاي المنطقة هاي الملونة بالأحمر حتى اليوم لا زال الجيش واللجان الشعبية داخل الأراضي السعودية هنا في نجران وهنا الربوعة في عسير وهنا أيضا لسان بسيط في جازان. يعني هذه المنطقة لا زال الجيش واللجان الشعبية بالرغم من التقدم في ميلي يسيطر على مساحة واسعة في الأراضي السعودية في نجران وعسير وجازان. سنذهب الآن في فاصل قصير مشاهدينا من ثم نعود لاستكمال الميدانية ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى الميدانية. إذا نستكمل هذه الميدانية من الملف العراقي حيث أنه في الموصل القديمة ارتفعت حصيلة مجزرة داعش في حيي الشفاء والزنجيلي غرب الموصل إلى 150 مدنيا. هذا وأفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات عنيفة في الزنجيلي بين قوات المغاوير وداعش فيما يتولى الإسناد المدفعي قصف مقر قيادة داعش قرب ضفاف دجلة بين الجسر الخامس والشفاء. خلال محاولتهم نقل الوقائع الميدانية لمعركة الموصل حاولت قوات عسكرية أمريكية التعرض لفريق الميادين ومنعهم من البث المباشر. مراسل فريق الميادين عبد الله بدران تجاهل أوامر الجندي الأمريكي وتابع عمله. أود الإشارة إلى أننا نتعرض لتضييق من قبل أحد عناصر قوات التحالف الأمريكي بسبب وجودنا في هذه المنطقة ويعني لم يتوقف حتى هذه اللحظة عن مشاغلة فريق الميادين ومطالبته بمغادرة هذا الموقع. What are you doing? These are ours. Huh? Okay, please leave. I won't detail. Do you have permission? No, no, no. Do you have permission? Do you have permission, sir? الجندي الأمريكي لا يدرك حدود صلاحياته. طلب من فريق الميادين كما هو الحال الآن أحد العناصر قد انسحب عناصر الجيش الأمريكي قد انسحب تحسبا من أن ترصده كاميرا الميادين. وهنا أحد الجنود الأمريكيين يمكن المصور الزميل حسين نصار أن يرصده بكاميرا الميادين وهو يحاول الاتصال والتواصل لمعرفة يعني أو إيجاد حل. هو يعني حاول من طلب من فريق الميادين معرفة حاول أن يعرف ماذا يعمل فريق الميادين في هذه المنطقة وطلب منه طبعا إغلاق الكاميرا وبعد ذلك طبعا تم إفهامه أننا في أرض عراقية ونرصد تطورات المعركة وأن هناك مسؤولون أمنيون عراقيون هم المسؤولون عن تنسيق عمل المحطات والإعلام والصحافة في هذه المنطقة ولا صلاحيات له يمكن أن يطلب من خلالها من فريق الميادين المغادرة أو إغلاق الكاميرا أو أن يمنع فريق الميادين من أداء واجبه في تغطية عمليات تحرير مدينة الموصل. يعني لديه عدة أسباب واضح جدا أنه لا يعرف يعني حدود الصلاحيات التي يمتلكها لكن نحن باقون في هذه التغطية وفي هذه الرسالة من جنوب مدينة الموصل. إذا يبقى معنا مراسل الميادين عبد الله بدران من الساحل الأيمن للموصل. عبد الله هناك اشتباكات عنيفة في الزنجيلي بين قوات المغاوير وداعش هل تطلعنا على تفاصيلها؟ نعم فتون هي تحديدا عند الجزء الجنوبي من الزنجيلي قوات المغاوير وكذلك فرقة الرد السريع غيرا من تكتيكهما في إدارة المواجهة ضد مسلحي داعش وانتشروا كأسلوب الانتقال لمعركة الموصل القديمة باشروا التسلل في هذا الجزء الجنوبي الذي يعتبر الأكثر تعقيدا بالنسبة لطبيعته العمرانية ولأعداد مسلحي داعش فيه خصوصا وأن اللافت للنظر وفق الأمنيين والميدانيين أعداد المسلحين كبيرة
وهم محليون لإدارة هذا الاشتباك، وهذا يعني أن داعش يحاول أن يبقي المجموعة المسلحة من التنظيم الأجنبية في محيط جامع النوري عند الدرقزلية شمال المدينة القديمة، وكذلك عند منطقة الخاتونية، فيما دفع بأعداد أكبر من مسلحيه المحليين العراقيين، سواء من أهالي يعني من داخل محافظة نينوى أو من مسلحي داعش ممن بقي محاصرا ولم يتمكن من الذهاب باتجاه الحويجة أو باتجاه تل العفر داخل هذه المدينة. الاشتباكات هي في الجزء الذي يشكل مثلثا ما بين الشفاء الزنجيلي وشمال المدينة القديمة. القوات العراقية تخوض اشتباكات عنيفة للسيطرة على الشارع الرابط ما بين الصحة الأولى المحرر بيد جهاز مكافحة الإرهاب وما تبقى من الزنجيلي. طبعا داعش يعمد لنشر قناصيه عند المناطق المرتفعة وكذلك الأبنية العالية على اعتبار طبيعة المنطقة الجغرافية تسمح لمن يعتلي هذه المناطق بالسيطرة ناريا على عدة شوارع وتقاطعات طرق. هناك تغيير بسيط طرأ على خط التحرير ما تبقى من شمال المدينة القديمة، وهو إدخال فرقة المغاوير إلى حي الشفاء باتجاه معمل الكرسي. نعم. لتركيز القوات الأمنية العراقية على هذه النقطة على اعتبارها كما هو. نعم. من الخطة أن تكون نقطة تجميع الأهالي قبل نقلهم إلى مكان أكثر أمنا. نعم. أشكرك كل الشكر مراسل الميادين عبد الله بدران، كنت معنا مباشرة من الساحل الأيمن للموصل. أعلنت قوات الحشد الشعبي تحرير مناطق النملة والدويم والصالحية ومجمع الرسالة الجنوبي جنوب غرب البعاج، وكان الحشد الشعبي قد حرر صباحا مجمع الخباز السكني جنوب مطار سهل سنجار. بيان لقوات الحشد أشار إلى أن القوات مستمرة في تحرير ما تبقى من المناطق غرب نينوى. في غضون ذلك وبعد خسارة داعش لمراكزه المهمة غرب الموصل، غير من أسلوبه في التعامل مع المواطنين القابعين تحت قبضته، فبات يدفع بهم نحو قوات الحشد الشعبي كغطاء للهروب. محمد الفهد. بعد أن كان يتخذهم دروعا بشرية، غير تنظيم داعش من طريقته في التعامل مع مواطني غرب الموصل، فبات يجمع مئات العوائل ويدفع بها على شكل موجات إنسانية نحو القوات المتقدمة صوب القرى والمجمعات السكنية لتغطية انسحابه بعد فقدانه السيطرة على نقاطه الاستراتيجية القريبة من الحدود العراقية السورية. هجموا بيوتنا الدواعش، دمرونا، ما خلوا علينا حال، شتلوا العوائل، فطسوا العوائل، انتهت العوائل من الجوع. والله مثلا ذبحان داعش، مثلا وحيينا اليوم حيينا. الحمد لله انتم جيتوا وحررتونا وخرجتونا من الضجادة، والله الحمد لله. ثقل آخر تتحمله قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية تمثل بتنظيم وصول النازحين وتوفير الممرات الآمنة أثناء الاشتباك مع داعش، الأمر الذي يضطرها في بعض الأحيان إلى تأخير تقدمها نحو الأهداف حتى اكتمال عملية وصول النازحين إلى مراكز الإيواء الآمنة. حقيقة أبناء الحشد الشعبي حريصون جدا على حماية النازحين، ونحن نرحب بهم، وإن شاء الله نحن يعني دروعا بشرية لهم كما اتخذهم داعش دروع بشرية، نحن نكون دروعا بشرية لهم. الصعوبات باتت تتداعى أمام الهاربين من قبضة داعش، وإن أحيطت ببعض المغامرة والتحدي، نقطة الوصول فجر جديد بالنسبة للنازحين، مسكها عناق وابتسامة تلفها رهبة التهديد التي سرعان ما تنجلي في ضفة الأمن العراقي. الممرات الآمنة التي خصصتها قوات الحشد الشعبي هي السبيل الوحيد لمئات العوائل التي هربت من مسارح العمليات بعد محاولات داعش اتخاذهم كدروع بشرية. محمد الفهد، علي جواد، من غرب الموصل، الميادين. إن سيادة العميد سيطرة على مجمع الخبازة جنوب مطار سهل. نعم. سنجار، ماذا يعني ذلك؟ ما الذي يؤسس له؟ يعني الحشد يندفع جنوبا. هذا مطار سنجار. مطار سنجار سيطروا عليه أمس، واليوم سيطروا على الصالحية والحمدانية جنوب مطار سنجار، هاو النقطتين البيض ومعمل ومصنع أو معمل الخبازي، مجمع الخبازة، مجمع الخبازي، هيدا هاو النقاط البيضة هون جنوب مطار. هذه عمليا الحجم المنطقة التي تمت السيطرة عليها خلال 48 ساعة الماضية، المطار وجنوبه،
وأيضا من جهة البعاج خلال 48 ساعة الماضية تمت السيطرة على البعاج وجنوب وغرب البعاج. طبعا هذا التقدم تقدم سريع، يعني هذه المنطقة بأبعادها، هون أبعاد على الخريطة منها واضحة ولكن أبعاد كبيرة نسبيا، والحشد يندفع جنوبا. إذا ملاحظين هي الأسهم المقطعة، الحشد يندفع جنوبا باتجاه القائم. طبعا حاليا الحشد لم يواجه داعش بشكل قوي في هذه المنطقة إلا من اتجاه واحد، هو اتجاه الجنوب، بينما من جهة الغرب، هذا الغرب هناك وحدات حماية الشعب الكردي. يعني عمليا هون الحشد الشعبي يتقدم، والميمنة تاع الحشد الشعبي مؤمنة من قبل قوات سوريا الديمقراطية. إذا سننتقل إلى الملف السوري أيضا، وهو يتعلق يعني زاوية منه بموضوع قوات قصد. إذا وصل الجيش السوري إلى الحدود الإدارية لمدينة الرقة من الجهة الجنوبية الغربية. تقدم الجيش جاء بعد سيطرته على قريتي خربة محسن وخربة السبع وعلى قرى خربة حسان وسلاحية والترقاوي جنوب مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. تقدم الجيش السوري كان سبقه إعلان قوات سوريا الديمقراطية بدء عمليات تحرير الرقة وبدعم أمريكي. نعلن اليوم البدء بالمعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين. بدأت إذن المرحلة الخامسة والأخيرة من حملة غضب الفرات، المعركة الكبرى لتحرير الرقة من قبضة داعش. صدر البيان وفيه إشارة للقوات المشاركة في المعركة، وهي وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، جيش الثوار، جبهة الأكراد، لواء الشمال الديمقراطي، قوات العشائر، لواء مغاوير حمص، صقور الرقة، لواء التحرير، لواء السلاجقة، قوات الصناديد، المجلس العسكري السرياني، مجلس منبج العسكري، مجلس دير الزور العسكري وغيرهم. ضمن مراحل متعددة بدأ الهجوم، وخلال الأسبوع الماضي تقدمت قوات سوريا الديمقراطية حتى أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من طرف مدينة الرقة بعد تطويقها تدريجيا منذ نوفمبر تشرين الثاني. وفي إطار الجو التحميسي نفسه، أشار مقاتل بريطاني في صفوف قوات سوريا الديمقراطية إلى أن يوم الحساب للآلاف من مقاتلي داعش آت. البريطاني مايسل جيفورد كتب في جيروزاليم بوست إن قوات سوريا الديمقراطية ستكون أقوى قوة عسكرية في سوريا مع استئناف التسليح الأمريكي، وأنها الوحيدة التي ستضمن حدود إسرائيل وعلى الأخيرة دعمها. جيفورد قال إن الرقة مطوقة وإن عشرات الآلاف من الكرد والعرب والآشوريين يتأهبون للتقدم نحو المدينة، مضيفا أن التزام أمريكا بتوفير الأسلحة يحول القوات إلى أقوى مجموعة عسكرية في البلاد، وأنه مع سقوط داعش لا يمكن تجاهل الكرد السوريين بعد الآن. وأشار إلى أنه من مصلحة إسرائيل أن ترى نهاية سريعة للنزاع السوري، فالأسد ليس صديقا لها، والحركة السياسية الوحيدة التي ستضمن حدود إسرائيل هي قوات سوريا الديمقراطية. يقول البريطاني: لقد حان الوقت لإسرائيل لأن ترسل الدعم الذي تحتاجه قوات سوريا الديمقراطية لإنجاز عملها. من دمشق ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر. إذا محمد، ما الذي يتوفر لديك من معلومات حول إعلان قوات قصد عن بدء المرحلة الخامسة من عملية الغضب أو عملية تحرير الرقة؟ في الواقع فتون، هناك تطورات بدأت على الأرض تظهر نتيجة هذا الإعلان، أي أن هناك تقدم كما يتحدث الناشطون في حي المشلب وهو يقع شرق مدينة الرقة. يعني هناك حديث عن أن مسلحي داعش انسحبوا من هذا الحاجز وتقدم إليه مسلحون تابعون لقوات النخبة التي تعمل ضمن هذا الإطار، قوات سوريا الديمقراطية. أيضا هناك حديث عن غارات عنيفة لطيران التحالف، أيضا هي لم تميز كما الغارات في الأسابيع الماضية.
كان هناك غارات استهدفت مبنى الحبوب، شارع القطار، مدرسة عمار بن ياسر، ثانوية عمار بن ياسر، ومدرسة سيف الدولة، وهذه كلها يعني كما هو واضح من أسمائها هي مواقع مدنية. كان هناك غارات كثيفة جدا على هذه المناطق، إضافة لغارات على مواقع أخرى ضمن مدينة الرقة. طبعا هناك تقدم آخر من الجهة الغربية من محيط الجزرة وصولا إلى حي الصناعة، وهو أيضا حي يقع أول حي هو من الأحياء الغربية تابع لمدينة الرقة، إضافة لمعارك تجري شمالا في معسكر الفرقة 17، وهي أيضا تتاخم الجهة الشمالية من مدينة الرقة. نعم، مراسل الميادين محمد الخضر كنت معنا مباشرة من دمشق، شكرا جزيلا لك على المعلومات. إذن دكتور محمد، الآن مفاعيل الإعلان قوات قصد عن بدء عملية الرقة بدأت كما أعلمنا محمد الخضر، هناك تقدم في المشلب، بينما الجيش السوري تقدم أو وصل إلى الحدود الإدارية للرقة. كيف يمكن أن نرسم على هذه الخريطة حدود التماس ما بين كل الأطراف؟ الأصفر هو طبعا قوات سوريا الديمقراطية، الرقة أصبحت مطوقة و أصبح هناك تضييق للتماس مع وحدات مع مجموعات داعش في المدينة. لاحظي أنه الجيب لا زالت المدينة، يعني كل ضواحي المدينة عمليا سقطت بيد قوات سوريا الديمقراطية، الضواحي خارج المدينة يعني ليست المدينة بحد ذاتها. اليوم تقدمت قوات سوريا الديمقراطية وسيطرت على حي مشلب واقع في الجهة الشرقية. لاحظي الأسهم الثلاثة، عمليا الهجمات حاليا على داعش ستنحصر من الشرق من جهة حي مشلب، ومن الشمال الشرقي من جهة معسكر الفرقة 17، وأيضا من جهة الغرب، هي من جهة الغرب، لأن الجهة الجنوبية ترك ممر، وهذا تحدث عنه الإعلام كثيرا، يعني أنه قد يكون هناك تسوية ضمنية بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش للانسحاب جنوبا، يعني بيفتحوا لهم طريق للانسحاب جنوبا، وتحرك الطيران الروسي منذ فترة وقصف قوافل داعش المنسحبة. يعني أنا في تقديري ستنسحب قوات داعش وستسقط الرقة قريبا، يعني أصبحنا في المراحل النهائية لسقوط الرقة إذا كان فعلا، وهذا يؤشر إلى الاتفاق الضمني الحاصل، ستنسحب هذه القوات باتجاه الجنوب باتجاه ريف حمص الشرقي، أو باتجاه دير الزور باتجاه الميادين ودير الزور. يعني لذلك الجيش العربي السوري من جهة أخرى يتابع تقدمه بريف حلب الشرقي من جنوب مسكنة باتجاه الجنوب لقطع الطريق على الوحدات على مجموعات داعش المنسحبة من الرقة. لذلك الجيش العربي السوري بالأمس وحلفائه حققوا إنجازا كبيرا بالسيطرة على منذ يومين، يعني بالسيطرة على مسكنة وجنوب شرق مسكنة، هذه مسكنة، وأصبحت هذه اللون الغامق هو اللون الأحمر الغامق قليلا هو المناطق التي سيطر عليها الجيش العربي السوري خلال 48 ساعة الماضية، وأصبح على تماس مع قوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة. الجيش سيندفع جنوبا مثل ما قلنا من هون من جهة الشرق، وأيضا سيندفع على طول طريق خناصر إثريا لقطع الطريق على وصلت لتأمين طريق إثريا خناصر، ومن السلامية باتجاه الشرق لملاقات القوات القادمة من الشمال. الآن سننتقل إلى ملفنا الأخير وخبرنا الأخير فعليا، حيث استشهد الشاب الفلسطيني أحمد طه من مدينة كفر قاسم في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تعرض دورية للشرطة للرشق بالحجارة، وأضرمت النيران في سيارة تابعة للشرطة ما أدى إلى اشتعالها، فيما تحدثت تقارير عن إحراق ثلاث مركبات. لجنة المتابعة العليا في كفر قاسم أعلنت الإضراب الشامل في المدينة يوم غد على أن تنفذ يوم الخميس تظاهرات في عموم البلدة. من كفر قاسم تنضم إلينا مراسلة الميادين هناء محامد. إذن هناء، ما الذي تمتلكيه من معلومات حول هذا الخبر لو سمحتي؟ طول أنا لم أسمعك جيدا في الواقع، لكن قبل قليل بكل الأحوال يعني شيع الآلاف من أهالي مدينة قاسم في الأراضي المحتلة عام 48 الشهيد محمد طه الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية فجر هذا اليوم، يعني عندما كانت هناك احتجاجات للمواطنين أمام مقر الشرطة في وسط المدينة ضد تقاعصها على الجرائم وعلى دائرة العنف التي تستشري في داخل المجتمع من دون أن تقوم ب يعني عملها كشرطة بالقبض على المجرمين الحقيقيين، إنما يعني قامت الشرطة بدلا من ذلك بأيضا يعني
بالضغط على الزناد كما تفعل في الكثير من المواقف ضد الفلسطينيين المواطنين. هنا لا ننسى أيضا قبل أشهر كان هناك شهيد آخر في النقب، واليوم هنا هذا الشهيد محمد طه. البلدات العربية ستشهد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، غدا سيكون هناك إضراب عام وشامل في كافة البلدات العربية داخل الأراضي المحتلة عام 48. أيضا يوم الجمعة ستكرر خطب الجمعة لهذا الموضوع، ويوم السبت ستشهد مدينة كفر قاسم مرة أخرى من جديد تظاهرة يعني سيشارك فيها الآلاف أيضا بحسب التوقعات احتجاجا على هذه السياسة الإسرائيلية. نعم أشكرك كل الشكر هناء محاميد مراسلة الميادين، كنت معنا مباشرة من كفر قاسم. وطيعة الحال أجبتيني عما كنت أسأل عنه وهو استشهاد الشاب الفلسطيني والفعاليات التي ستكون في كفر قاسم وخارج أيضا كفر قاسم. في نهاية الميدانية أشكرك سيادة العميد محمد عباس على كل ما تفضلت به في الشرح في هذه الميدانية، والشكر الأكبر لكم مشاهدين. الميدانية انتهت، نذكر بعناوينها. ترامب يتهم قطر برعاية الإرهاب ويؤكد أن زيارته المنطقة بدأت تؤتي ثمارها. جولة لكاميرا الميادين على جبهات القتال في ميدي اليمنية مع حدود السعودية. الحشد الشعبي يواصل عمليات تحرير مناطق قضاء البعاج جنوب غرب الموصل. والجيش الامريكي يحاول من عقلة الميادين من تصوير حركته في قاعدة عراقية غرب الموصل. عناصر قوات التحالف. الجيش السوري يصل الى الحدود الإدارية للرقة بعد اعلان قوات سوريا الديمقراطية انطلاق عملية تحريرها. تفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.